السلام عليكم اصدقائي متابعين قناة مستر كريبتو. قضية اكس ار بي تعود مرة اخرى الى سوق العملات المشفرة، وهالمرة الاس اي سي عم بينوي استئناف محاكمة الاكس ار بي بطلب من القاضي الذي اعلن عن ان الاكس ار بي نوت سكيورتي. رح اتكلم عن هذا الموضوع بهذا الفيديو شو تأثيره على سوق الكريبتو. قبل ما تبلش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المملكة الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بناء القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي اليوم ظهر كثير من الاخبار. اول من المحامي جيمس فيلد قال انه الاس اي سي طعنت بالحكم اللي اصدره قاضي القضية ما بين الاس اي سي وشركة تريبل لاب، واعلن انه الاس اي سي كان او ان القاضي الذي اعلن بانتصار شركة تريبل لاب انه كان مخطئ من ناحية الاكس ار بي، والاس اي سي حاليا عم تطلب استئناف القضية مرة اخرى لترجع قضية الاكس ار بي لواجهة حرب العملات المشفرة ضد هيئة الاوراق المالية والبورصات، ضد هيئة تنظيمية امريكية طبعا خبيثة جدا ومضرة بسوق العملات المشفرة. والخبر الثاني من الت كوين ديلي بيقول انه الاس اي سي تستأنف قضيتها ضد الاكس ار بي، وبتقول انه القاضي كان مخطئ بقراره الاخير. طبعا اخبار سلبية جدا. اذا انصاع القاضي لطلب الاس اي سي ورجعت استأنفت قضيتها ورجعت استأنفت هاي القضية مرة تانية، فممكن تفتح ملفات كثيرة وتمتد الصراع مرة تانية لعديد من السنين. حاليا اكس ار بي بكسر سيء للترند الصاعد اللي تكلمت عليه بالفيديو السابق، وهذا الشيء بيعطيني احتمالية تصحيح لمناطق 70 سنت، لكن لازم ما اكسر هذا الدعم اللي هو دعم 0.70 سنت. اذا وصلنا لهذه المناطق فهي فرصة استثمارية رائعة جدا، وفي حال رفض القاضي طلب هيئة الاوراق المالية والبورصات باستئناف قضية اكس ار بي، فهذا الشيء راح يسبب ارتفاع عملة اكس ار بي وراح تكون فرصة استثمارية رائعة جدا. ومثل ما حكينا هدفنا على الاكس ار بي في حال رفض القاضي طلب الاس اي سي هدفنا راح يكون منطقة ال1 دولار. شو بالنسبة للفائدة؟ باقي 4 ايام لاصدار سعر الفائدة، والمتوقع هو رفع سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة اساس، وهذا هو اللي راح يصير بعد 4 ايام من الان، يعني في يوم الاربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة راح يصدر سعر الفائدة. طبعا رفع سعر الفائدة سلبي للأسواق وإيجابي للدولار الأمريكي، لكن الشيء أو سوق العملات المشفرة ما بيخلق التلاعبات، ممكن يصير عملية ارتفاع لأقوات صفقات الشورت وبعدها يصير هبوط لأقوات صفقات اللونج. لازم احذر، البيتكوين حاليا في منطقة عرضية بما أنه السوق الأمريكي حاليا مغلق، فنحن عم نمشي بشكل عرضي ومحافظنا على دعم 29800، هذا أمر إيجابي جدا للبيتكوين، بيعطيني أمل للتوجه مرة تانية لمناطق 30300 بعد فتح الأسواق الأمريكية، بعد فتح البورصات الأمريكية اللي هي رح تكون يوم غد. ممكن بكرة نشوف حركة لمناطق 30300 ونشوف صعود لمناطق 31000 دولار قبل إصدار سعر الفائدة. وإذا أنت بتتداول على الذهب على منصة أكسنس فأنت تقدر تتداول بشكل سهل جدا وسلس جدا. حاليا الذهب عن ترند صاعد، بنتظر فتح السوق غدا حتى اعرف الذهب وين ممكن يروح. الدعم للذهب هو عند منطقة 1940، من هاي المناطق بقدر باخد صفقة لونج، طبعا صفقة مضمونة بشكل كبير عند مناطق 1940. واذا فتح السوق الامريكي وكان الذهب محافظ على سعره، كمان الوقت الحالي هو وقت شراء للذهب، ومستهدفه هو منطقة 2000 دولار. طبعا التداول على اكسنس سهل جدا، كل اللي عليك تحدد قيمة اللوت تضغط على شراء للونج وبيع للشورت بحساب اسلامي بدون رسوم تبييض صفقات، يعني خالي من الربوية. اصدقائي ممكن وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون ناجبك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.